أستاذ علي رئيس مجمع التنمية للصيد البحري بغنوش، موجودين توا على ساحل معتمدية غنوش، 4 سكان بحار. بالنسبة لموضوع الصيد العشوائي كما سبق وحكينا، راهو موضوع شائك برشا وموضوع فيه برشا أطراف فعلا مورطة في الموضوع، وبرشا ناس قاعدة الموضوع هذا تسترزق منه كما نقولوا، تلعب بالموضوع هذا وقاعدة تخدم به المصالح الشخصية. الخاطر الناس اللي قاعدين يصطادوا في صيد عشوائي هم ناس لبس بيهم، ناس فاعلين في الدولة، ناس ذو نفوذ سياسية كبيرة، مش سهل باش تسيطر على الموضوع هذا وباش تحله بسهولة. الدليل على كلامي ان الناس هذه فعلا في 2021 صارت حادثة، فما دخل وقتها صيحة فزحة أطلقها بحارة ولاية قابس من جراء مراكب الصيد بالجر لتصطاد في أعماق قصيرة، وكانت عندها صدى كبير، وصارت دورية أمنية فيها الحرس والجيش والديوانة، وقاموا بحجز 5 مراكب صيد، مراكب صيد بالجر حجزوهم وحبوا يدخلوهم ميناء الصيد البحري بقابس باش يقوم يقع إخراجهم على اليابسة. لكن اللي صار في الفترة هاكي صار ضغط كبير من بقية المراكب الصيد بالجر، وصلوا دخلوا المنطقة الصناعية بقابس، ميناء التجاري بقابس، قرابة 100 مركب صيد بالجر دخلوا غاديكا وسكروا ميناء الصيد التجاري، وحبوا بالقوة يهزوا المراكب هذوكم. وهو مسار أخرج قرار الوقت هكا إن المراكب هاكي ما يقعش مصادرتها في قابس، ووقع حملها لولاية صفاقس، والله أعلم وقتها وقفوهم مراكب الخمسة أقام ولا ما وقفوهم. اللي حبيت نشير له أن القوة متاع المراكب هذه تتحدى الدولة وتدخل الميناء التجاري وتقوم بوقفة احتجاجية في ميناء التجاري في واضح النهار الساعة 3 متاع العشية وقتها، وما يصيرش ضدهم أي قرار ولا أي إجراء إلا أن رضخت الدولة لمطالبهم، وقام بإطلاق سراح المراكب المخالفة اللي دخلوا على خاطرهم. والحكايه هذه مش اول حكايه، على خاطر صارت في 2014 موضوع مماثل لهذا. الحرس البحري وقتها مشكور بمجهود خاص كبير، وقع ايقاف مركب صيد بالكيش يصطاد في ولايه قابس، وقع اخرج على اليابسه مركب الصيد بالكيش الاخرى. اش عملت كاجراء كرده فعل؟ قامت بحجز 6 مراكب صيد ساحلي بركاج في البحر، قرصنه بحريه وقعت على 6 مراكب، ووقع اقتياد ال6 مراكب هذه أمام أعين ومرأة كل السلطات المعنية في واضح النهار، وقع اقتيادهم للقرقنة، وقع حجز المراكب هذه 6 أيام في ميناء الصيد البحري بقرقنة. ممكن تقولوا يحكي في فيلم، لكن هذاك اللي صار للأسف، هذاك اللي صار في أقوى من الدولة، ما أقوى هم من الدولة ولا أقوى من الدولة، ينجموا يكونوا من الدولة كما ينجموا يكونوا أقوى من الدولة، والأرجح أنهم من الدولة ما دام الناس تحكم بأحكامها وتقوم بحاجات كما هكا. 6 أيام مراكب محجوزة في 2014، وين احنا من هذا الكل؟ الله اعلم شنو الناس هضامة، كيفاش قوتهم في الدوله، ولا كيفاش متمركزين في الدوله، ولا كيفاش يسيطروا على مفاصل الدوله. هذا كل يطرح برشا اسئله. الخاطر احنا كبحاره في ولايه قابس نطالبوا ديما بتطبيق القانون. احنا ناس مسلمين، ناس 80% صيد ساحلي تقليدي، نقتاتوا باش نوكلوا صغيراتنا وعيالنا، نحبوا تطبيق القانون، نحبوا نبعدوا هالمراكب الصيد بالجر في اعماق قصيره، ومراكب الصيد بالكيس هذه نبعدوها علينا باش نجموا نخدموا ونجموا نحافظوا على الثروه السمكيه المعاش فيه بحر قابس. لا يزيه من التلوث، لا يزيه من الصيد العشوائي، لا يزيه من التغيرات المناخيه، ما عادش فما حوت، ما عادش فما شيء في قابس. على الاقل الرحل ما زالت، خلينا نحافظوا على تراثنا كولايه قابس، الصيد البحري اللي هو تراث اجدادنا وخدمه اجدادنا، نحافظوا عليه ونحافظوا على مورد رزق اصغارنا. لازم وقفه صارمه للمراكب هذه، ولازم نحدوا من الصيد العشوائي في ولايه قابس. وعلى فكره في قابس لا عندنا بلنسيه، ما عندناش حتى رخصه صيد بالجر، ولا عندنا مراكب صيد بالكيس. بورتنا هنيك تمشي لها ما تلقاش حتى مركب صيد بالكيس، وما تلقاش حتى بلنسي، لكن يجونا الناس هضامه من مناطق مجاوره ويعملوا صيد عشوائي، ينشطوا بطريقة عشوائية، يهزوا الثروة السمكية، يهتكوا القاع البحري. والأدهى والأمر من ذلك أنهم يهتكوا معدات صغار البحارة ويتلفوا معدات صغار البحر. كان نرجع بيك أنا 2022، الكارثة البيئية اللي صارت هوني في الشط ورانت بعض الأمطار تبعد علينا. والله ترجع بي 2022 أفريل بالذات، يوم كان يوم كبير برشا. نهارتها ناقلة نفط تغطس في بحر قابس على بعد
ميل ونص ولا زوز ميال من الشاطئ معبية بالبترول، غطست فماك الناقلة هذه، برشا حكايات صارت، برشا ملابسات، برشا كواليس. احنا كبحارة قعدنا حيرين التو ما نعرفوش لا كيفاش صار الموضوع، لا شنو صار، لا علاش صار، لا التو علاش ما وقعش اخراج المركب هذه. المركب هذه جت في ظروف غامضة، نهار نو برشا، علاش تجي القابس في النهار هذاك بالذات نو كارثة، نهارتها نتذكر نو ياسر برشا، حتى فما مراكب صغيرة خرجهم البحر في النهار هذاك. غطست المركب هذيك، وقفوا جماعة أجانب بعد يقع إطلاق سراحهم، من الأول يقولوا معبية فيها كميات كبيرة من المحروقات، بعد يخرج تقرير ما فيهاش لا محروقات لا شيء، الجيش يطوق المكان وما يخلي حد يقرب. بعد فما تسرب يصير من الناقلة هذه وكل شيء موثق بالصور. بعد يقول وراي الناقلة كانت فارغة ما فيها حتى شيء. بعد يقولوا دخلت الصفاقس وجماعة هبطوا وجماعة طلعوا. بعد يقولوا نداء استغاثة من الربان اللي مشوا كيمشي الحرس البحري يلقاهم في زودياك حاضرين باش يروحوا، يعني ما يعني برشا حاجات غامضة. وأقوى من ذلك أن المركب هذه قاعدة غاطسة لتو في ولاية قابس، وقاعدة شطر منها جزء صغير منها يطفو على السطح، ينجم يعمل لنا كارثة كبيرة الجزء هذا. وبالمناسبة باش نشير لها، هي تو هذيك العلامة الزرقاء هذيك اللي تبين، هذيك العلامة الزرقاء هذيك هي هذيك النقلة هذيك. وكما تشوفوا مدخل ميناء الصيد البحري، مدخل الميناء التجاري على مقربة منها، مدخل الميناء التجاري ما فيش حتى علامة ضوئية لتو. العلامات الضوئية متاع الميناء التجاري كل مرة تخرج لنا علامة ضوئية على الشط، يعني لا فما صيانة في مدخل الميناء التجاري، لا فما حتى شيء. ينجموا العلامات الضوئية هذه من غير ضوء أي فلوكة تدخل فيها، كما تدخل في الناقلة هذيك اللي هي تبقى لغز محير في ولاية قابس. إن شاء الله يجي نهار ونعرفوا حقيقة شنو، علاش غطست وشنو راها وشنو فيها، وعلاش التو ما وقعش إخراجها من مكان هذاك اللي هي تمثل خطر على عملية الإبحار متاع البحارة، ومشكلة كبيرة ممكن في يوم من الأيام وترجع لكلامي باش تصير كارثة من جراء الناقلة هذيك. وتو تتذكروا كلامي في الأيام القادمة. ما تقول لي حتى إنارة على الأقل باش توري البحارة المكان غرق السفينة، الجزء الطاف فوق الماء اللي ما تقول لي نجم يعمل كارثة في أي لحظة. فما إنارة من الأول، فما إنارة صغيرة من الأول عملوا زوز باقات فيها باش توري، تو قعدت واحدة بركة، واحدة خرجت واحدة قعدت، وان شاء الله حتى الاخرى باش تخرج، الخاطر يعملوا في حاجات من غير دراسه، يعملوا في حاجات لا علميه. والدليل مدخل ميناء التجاري العلامات الضوئيه ما فمش حتى علامه تشعل، كي تشوف غاديك ما تلقاش حتى علامه في مدخل الميناء التجاري تشعل، وهذيك بحول الله تتسبب في كارثه للبحاره، اي فلوكه تنجم تدخل فيها في الليل. هذا الملف الثاني، هو عديد من الملفات الموجوده نحن نحاول نلخصه. دونك نحن نطرقوا الاهم ملف فيهم، الملف الثالث اللي هو خليك انت تقوله لي. والله ملف التن الاحمر اللي هو ملف المسكوت عنه، ملف الخطير برشا اللي نعتبره اني خطير، صارت فيه برشا تجاذبات وبرشا امور صارت في وزاره الفلاحه، وما نحبش ندخل في الحيثيات هكي. يعطيني الجزء اللي يهم بحارتي، بحاره مخارتي مجمع التنميه للصيد البحري بغنوش، بحاره الصيد الساحلي في تونس ككل. علاش الدولة التونسية مش مخصصة كوتا لبحارة الصيد الساحلي التقليدي اللي هم يمثلوا 80% من البحارة؟ في برشا دول اللي نشوفوا فما 10% فما 20% نسبة للبحارة هضامة، سواء يقع اصطيادهم سواء يحطوهم في صندوق تعويض باش تدعم القطاع هذا المهمش والقطاع الأضعف الحلقة الضعيفة في قطاع الصيد البحري. الدولة التونسية ماش عاطية أهمية للموضوع هذا، حتى كانت فما صيد عرضي، نسبة متاع صيد عرضي في 2016 وقع إدراجها في الحصة متاع الصيد للناس اللي نسميهم الناس الأباطرة متاع صيد التن، ناس ما شاء الله ربي يزيدهم مش نحسدهم، أما قاعدين ياخذوا في برشا فلوس بالديفيز من جراء صيد التن هذا. لكن على الأقل علاش ما حطوش نسبة لصغار البحارة نسبة لصيد العرضي باش يدعموا القطاع هذا؟ علاش في تونس المستكرش نزيدوا نكبروا له كرشة، والضعيف نزيدوا نضعفوه بالأداءات والإجراءات اللي تقتطع منه
بحارة قاعدة يعلم ربي بحالها كيفاش تتقاوم في الصيد العشوائي، تقاوم في التلوث، تقاوم في التغيرات المناخية، مردودية ضعيفة لقطاع الصيد الساحلي التقليدي، تدفع في 1% معلومة الراحة البيولوجية وما تنتفعش به، وتدعم فيه في ناس باش يجوا القطاع الصيد بالجر باش يجي يهتكلها معداتها. الناس هذه قاعدة تدفع في الأداءات للدولة أول بأول، الناس هذه قاعدة في الاخر ما نلقوش حتى دعم من الدوله للقطاع هذا، قطاع الصيد الساحلي التقليدي، حتى كي يعطوك دعم يمرجوك بالاجراءات، يمرجوك بالاوراق، يمرجوك برشا حاجات، برشا حاجات ما انزل الله بها من سلطان باش توصل تاخذ تحصل على الدعم. ما تحصل على الدعم هكا كان ما تخسر اضعاف الدعم هكا باش تحصل عليه. تو الناس عامين مقدمه فاتورات ومقدمه باش تاخذ دعم في معدات شرتها واللي هي من حقها والقانون اعطاها، لكن التو ما حصلتش على الدعم هذا. ان شاء الله لفته كريمه في موضوع التن الاحمر كما عملوا لفته كريمه لمراكب الصيد بالشبكه الدائره باش يعطوهم نسبه من العام الجاي، ان شاء الله يعملوا نظره كريمه للقطاع الصيد الساحلي التقليدي باش يدعموه من النسبه هذه، على خاطر هي ثروه وطنيه، الكوتا ثروه وطنيه ومن حق اي انسان باش يتمتع بالثروه هذه. صحيح التن مش قاعدين تاكل فيه الناس في تونس ومش قاعدين ياخذوا في التن الاحمر بحكم ان خصائصه الغذائيه كبيره، وينجم ينفع حتى الشرائح الضعيفه في تونس ينفعهم ماديا وصحيا، لكن مش قاعدين يستنفعوا به. على الاقل ينفعوا به قطاع الصيد الساحلي التقليدي ويكون عنده نسبه حتى صغيره باش ينجم يقاوم مستلزمات الغلاء نتاع رحله الصيد والغلاء نتاع معدات الصيد البحري.